لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل مع بعض كورس الأوراكل إي دي إف. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن النستد أبلكيشن مديول، وقلنا إن إحنا نقدر نعمل أكتر من أبلكيشن مديول في نفس الأبلكيشن، وعرفنا إزاي نهندل الموضوع ده وإزاي نستخدم أني كونكشن عشان ما نفتحش أكتر من كونكشن على الداتابيز. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وعن ميزه مهمه جدا في الاي دي اف، او كومبوننت من ضمن الكومبوننت اللي موجوده في الاي دي اف، الا وهو التاسك فلو. هنعرف مع بعض ان شاء الله انواع التاسك فلو وايه فايده اصلا التاسك فلو الاوراكل نزلته. طيب هنيجي كده، احنا طبعا عارفين ان التاسك فلو زي ما قلنا قبل كده ان هو المسؤول عن الكنترولر، ان هيتحكم لو اتكلمنا عن على الام في سي، قلنا ان الموديل هو اللي بيمثل في الاي دي اف البيزنس كومبوننت، والفيو بيمثل الصفحات، واللي بيكنترول بين الموديل والفيو اللي هو التاسك فلو. تمام. هنتعرف ان شاء الله النهارده على ايه هو التاسك فلو وايه التطورات بتاعه التاسك فلو. قبل كده كان قبل ما اوراكل تنزل التاسك فلو ده، كان اصلا ايه اللي مسؤول عن المهام بتاعه التاسك فلو، وايه انواع التاسك فلو، وايه الفرق بين كل نوع من انواع التاسك فلو. مبدئيا التاسك فلو هو اللي مسؤول عن النافيجيشن بين الصفحات. مش بس كده، ده ممكن كمان اثناء النافيجيشن بين الصفحات ممكن يعني اكسبوز ميثودز معينه او ينفوك اكشنز معينه. طيب لو جينا نبص كده على الابلكيشن، نعمل ابلكيشن جديد، هنعمل جنرال ابلكيشن، هقول له ابلكيشن وهختار جنرال ابلكيشن او كاستم ابلكيشن، هسميه الابلكيشن تاسك فلو. اقول له نكست، قال لي هسميه بروجكت 1، قلت له مش مشكله فينش. طيب احنا عايزين بس نعرف في الجي اس اف كان ايه اللي مسؤول عن النافيجيشن بين الصفحات، فاحنا هنكيد بس صفحه كده جي اس اف، اقول له نيو، وهاجي من البيزنس الويب تير واقول له عايز صفحه جي اس اف بعيد عن الاي دي اف خالص. تمام. وهسميها مثلا ماي جي اس اف. تمام. واقول له اوكي، كاري الصفحة عندي. طيب اول ما كاري الصفحة الجي اس اف، نزل لي فايل كده اسمه فيسز كونفيج. الفيسز كونفيج ده هو اللي مسؤول عن النافيجيشن بين الصفحات في الجي اس اف، في الابلكيشن جي اس اف. ففي عباره عن ملف او فايل كده اكس ام ال، تمام، وفي بعض الكومبوننت الايه البسيطه كده. فبنقدر من خلال الكومبوننت ممكن نضيف مثلا صفحه معينه، اسميها مثلا الهوم، وممكن مثلا اضيف صفحة الجي اس اف اللي احنا مكريتينها. تمام. وممكن اعمل نافيجيشن كيس بين الصفحتين، هقول له يروح مثلا من الهوم للجي اس اف، ممكن مثلا اقول له جو جي اس اف. وممكن اعمل نافيجيشن العكسي، يروح من ايه من هنا لهنا، هقول مثلا جو هوم.
لو جينا مثلا في الصفحة الجي اس اف دي وجيت حطيت اي بطن كده عادي، هحط مثلا في ايه سراوند ويز، بين الجروب مثلا، طيب هاجي على الاكشن بس بتاعه كده، وممكن ان انا اقول له ايه الاكشن بتاع البطن، وممكن اقول له ياخد الايه النافيجيشن جو هوم. فانا لما اضغط على البطن بتاع الجو هوم ده هيوديني على الصفحة التانية، لما في وانا واقف على الجي اس اف، لما هقول له جو هوم هيوديني على الصفحة بتاعت الايه على الجو هوم. وممكن من الصفحة بتاعت الهوم، طبعا هي مش متكريتتش، هنكريتها تمام، وهاجي برضو عليها كده احط بطن عادي واحطه في جنب الجروب، بان الجروب لي اوت تمام. وهاجي برضو على الاكشن بتاع البطن، ممكن ان انا اقول له يرجع للصفحة التانية جي اس اف. فده باختصار الايه النافيجيشن او الفايل اللي اسمه فيسز كونفيج، ده هو اللي مسؤول عن النافيجيشن. احنا عايزين بس نعرف التطوير بتاع التاسك فلو، ايه اللي قبل التاسك فلو وايه التطوير بتاع التاسك فلو. فاحنا بنقول ان في الجي اس اف كان في فايل مسؤول عن النافيجيشن اسمه الفيسز كونفيج تمام. طيب لو عملنا كده ابلاي للايه للكومبوننت بتاعت الايديف، جينا على البروجكت وقلت له كليك يمين بروجكت بروبرتيز، ومن لايبراري اند كلاس باس قلت له اضيف اللايبراري بتاعت الايه بتاعت الايديف. فاضفت كده اللايبراري بتاعت الايديف وقلت له اوكي اوكي. لو لاحظنا كده ان هو ضاف لنا فايل جديد اسمه ال ADF config. ال ADF config ده تطوير للفيسز config، وده كان في الاصدار بتاع ال ADF اللي هو الايه ال 10G تمام. هو نفس الفيسز config بس فيه بعض الكومبوننت الزياده. لو لاحظنا الفرق بين الفيسز config وال ADF config، ده الفيسز config ده المسؤول عن النافيجيشن، كان في الجي اس اف، بعد كده اتطور في الاي دي اف سموه الايه الاي دي اف كونفج. وده طبعا فيه الايه الكومبوننت بتاعت الايه، فيه كومبوننت زياده شويه عن الايه عن الفيسز كونفج. نفس النظام ممكن نضيف فيه الايه النافيجيشن، الصفحات عندي واعمل بينهم نافيجيشن. بس لو لاحظنا هنلاقي ان فيه كومبوننت زياده، ممكن اقول له مثلا جو جي اس اف GSF. وممكن مثلا انا اقول له جو هوم تمام، واسيف كده واروح على الصفحة تاني، هلاقي ان هو جاب لي الايه النافيجيشن برضه مفيش اي مشاكل. فطيب المقصود من هنا ان الفيسز كونفيج ده اللي كان مسؤول عن النافيجيشن في الايه في الجي اس اف. بعد كده شركه اوراكل طورت الفيسز كونفيج ده وسمته الايه الاي دي اف كونفيج، وهو برده كان مسؤول عن النافيجيشن في الاصدار 10 جي تمام. بس في بعض الكومبوننت الزياده اللي شركه اوراكل ضافته. طيب لو جينا بقى على الابلكيشن، هنيجي بقى نكريت ابلكيشن تاني، ابلكيشن اي دي اف ابلكيشن بقى بتاعنا، وهقول له مثلا اقول له اختار الاي دي اف ابلكيشن اي دي اف فيوجن ويب ابلكيشن، وهسميه تاسك فلو او تيست تاسك فلو. اقول له نكست، قال لك كريت لك الموديل مفيش مشكلة، قال لي الموديل الديفولت باكج قلت له موديل دوت اتش ار، والفيو
هقول له فيو دوت اتش ار، الحاجة دي طبعا احنا اتعرفنا عليها قبل كده. نكست اقول له فينش. طيب احنا كده كريتنا ابلكيشن جديد، تمام. نقفل بس الحاجات دي. بمجرد ما كريت ابلكيشن جديد هو نزل لي الملفين الفيسز كونفج، وعرفنا ان الفيسز كونفج ده كان مع صفحات الجي اس اف، كان مع الفريم ورك بتاع الجي اس اف. بعد كده اتطور للاي دي اف كونفج وكان نضاف فيه بعض الكومبوننت الزياده، تمام. ده الاي دي اف كونفج وده الفيسز كونفج، هما طبعا بيأدوا يعتبر نفس الغرض، بس في طبعا ايه ده فيه كومبوننت زياده عن الايه عن الفيسز كونفج. طيب شركة اوراكل في الاصدار 11 جي بقى ضافت لك ميزة جديدة، قالت لك لا احنا بدل ما احنا شغالين على فايل واحد، لا ده انا تقدر بعد كده تعمل حاجة، تقدر بعد كده تعمل حاجة اسمها تاسك فلو. طيب ايه ميزة التاسك فلو ده؟ قال لك بدل ما انت شغال على فايل واحد، لا ده انت ممكن تقدر تكريت اكتر من تاسك فلو. ده طبعا كان عبارة عن فايل واحد بس في الابليكيشن، كل ابلكيشن في الفيسز كونفج والاي دي اف كونفج، ده فايل واحد بتحط فيه كل النافيجيشن وكل الصفحات اللي عندك في الابلكيشن. طبعا لو ابلكيشن كبير ولا حاجه طبعا بتكون الايه العمليه فيها لخبطه، وبعد كده غير كده لو في مثلا لو حصل فيه مشكله الابلكيشن كله ايه بيبقى فيه مشكله. فجت شركه اوراكل قالت لك لا ده احنا هنعمل لك حاجه ميزه جديده اسمها التاسك فلو. التاسك فلو ده ان انت تقدر من خلاله تقدر تكريت اكتر من ايه من تاسك فلو، تقدر في كل تاسك فلو تحط نافيجيشنز معينه او تحط مثلا لكل مديول تاسك فلو او كده. مش كده وبس، قال لك ده انا عندي ميزه تانية مهمه جدا الا وهي الريوزابيلتي. هنعرف بعد كده ان احنا ممكن نعمل تاسك فلو، تمام، ونحط فيه مجموعه من الصفحات او بيؤدي مهمه معينه او غرض معين، ونقدر بعد كده نستخدمه في ابلكيشن تاني. فدي مهمه جدا. غير كده قال لك ان انا عملت لك نوعين من التاسك فلو، قال لك ان انا عندي باوند ان باوند التاسك فلو وعندي ايه باوند التاسك فلو. هنعرف طبعا الفرق بين كل ايه بين كل نوع. طيب احنا الاول كده هنعمل البيزنس كومبوننت بتاعنا، اقول له بيزنس كومبوننت واختار الايه البيزنس كومبوننت عادي، اسميها مثلا اتش ار كونكشن، واليوزر نيم والباسورد اتش ار على اتش ار، واقول له تيست اوكي. هنعمل بس كذا صفحة ونعمل ايه نافيجيشن بيه، هاخد countries بالويز والديبارتمنت كانتيتي، واخدهم برضو كفيوات عادي، تمام، وهخليه كريت الابلكيشن مديون مفيش مشكلة. هرجع الجزء بتاع الفيو وهكريت صفحتين مثلا، او خلينا مثلا نكريت تاسك فلو على طول. اجي من الجزء بتاع الويب تير واقول له ايه عايز اكريت تاسك فلو، تمام. طيب قال لي انت هتسمي التاسك فلو ده ايه؟ قلت له مثلا هسميه فيلد تاسك فلو، طيب قال لي انت عايزه كرييت از باوند تاسك فلو وفريجمنت، اقول له لا انا في الاول كده عايزه ايه ان باوند تاسك فلو بالشكل ده، هيسميه ايه انا كاري التاسك فلو هنسميه فيرست تاسك فلو وهيبقى نوعه ان باوند تاسك فلو طالما احنا شلنا العلامه دي. قال لي طيب هحطه لك فين؟ قلت له هحطه تحت الويب انف، طبعا لازم كل التاسك فلو تكون تحت الويب انف، انما الصفحات بتكون تحت البابليك اتش تي ام ال، تمام. طيب تحت الويب انف هسميها تاسكس مثلا، هقول له اوكي. هنيجي نبص كده هلاقي ان في تحت التاسكز في التاسك فلو اللي احنا عملناه.
هنبص هنلاقي ان هو ما اختلفش كتير عن الفيسز كونفيج، بس طبعا ضاف لك فيتشر جديده ان انت تقدر تعمل اكتر من ايه، من تاسك فلو. طيب هنيجي في التاسك فلو ده، هنحط مثلا صفحه هنسميها employees، تمام، وهنعمل صفحه تانية هنسميها مثلا department، departments، ونعمل نافيجيشن بين الصفحتين هسميه مثلا اول نافيجيشن هيروح من الامبلويز للايه للديبارتمنت، فهسميه جو ديبت، والنافيجيشن التاني هيروح منين، من الديبارتمنت للامبلويز، فاقول له مثلا جو انا عملت كده الصفحات بس لسه ما اتكريتتش، فاضغط عليها دبل كليك فهيقول لي الصفحة مش موجودة او متكريتتش اصلا، فكريتها لك بنفس الاسم ده، قلت له مفيش مشكلة واحطها تحت البابليك اتش تي ام ال تحت ايه بيجيز مثلا، تمام. قال انت عايز تعمل ابلاي للسيمز، قلت له مفيش مشكلة اعمل لي ابلاي للسيمز، وقلت له اوكي، كريت الصفحة عادي. الصفحة دي هنحط مثلا فيها فورمة او تيبل بيعرض في الداتا بتاعت الامبلويز، فهاجي من هنا من الكومبوننت وهختار بانل ستريتش مثلا، بانل ستريتش لي اوت، وهاجي في التوب، خلينا نخش على الاستراكشر ونيجي على التوب، احط ايه او التكست عادي عشان احط في التايتل، واسميه مثلا employees اكبر بس اغير لون الخط واكبر الخط شويه واخليه مثلا بولد، عايزين بس نخليها في النص فهنحطها في بانل جروب، اقول له سراوند ويز بانل جروب، وهعدل البروبرتيز بس بتاعت البانل جروب اخليها اللاين بتاعها سنتر واللي اوت فيرتيكال، تمام. طيب هنيجي بقى ناخد التيبل بتاع الامبلويز، هنيجي من داتا كنترول وهاخد التيبل بتاع الامبلويز احطه في السنتر وهقول له بشكل ايه، اعرضه له بشكل تيبل، قال لي ماشي هضيف لك السورتنج والفلترنج وهخليه ريد اونلي تيبل، اشيل بس الايه المانجر اي دي، تمام، والديبارتمنت اي دي شيل. طيب اقول له اوكي، فهيعرضه بالشكل اللي قدامنا ده عادي، هنشيل بس الفيست التانية اللي احنا مش محتاجينها، هنشيل البطن والاند والستارت، نعمل لهم ديليت كده، عرض لي التيبل بالشكل ده. طيب تمام، عايزين بقى نحط نافيجيشن من الامبلويز هيروح على الديبارتمنت. طيب هنيجي على التيبل كده ونقول له سراوند ويز، هقول له مثلا بانل ايه بانل كولكشن على التيبل. طيب البانل كولكشن طبعا بيكون فيها بالشكل ده،
في مكان للمنيو، فيست للمنيو، وفي التول بار وكده. ممكن اجي في التول بار ده واقول له انسيرت انسايد تول بار، وهاجي في التول بار هضيف بطن عادي، واقول له مثلا جو ديبارتمنت. تمام. طيب الاكشن بتاعه هيقول له ايه؟ جو ديبت. تمام. فهاجي بقى على الديبارتمنت هنا وكريت الصفحه، ويقول له طبعا الصفحه ما اتكريتتش، هكريتها. قلت له ماشي هحطها في بيجز مكتوبه يعني، واقول له والله للسيمز برضه مفيش مشكله، واقول له اوكي. طيب في الصفحه بتاعت الديبارتمنت هنعملها بنفس الطريقه طبعا، هنحط فيها تيبل هيعرض الداتا والايه والنافيجيشن ليه. كريتنا الصفحه بتاعت الديبارتمنت بنفس الشكل. ممكن نيجي بس على التيبل كده ونظبط الايه اللي اوت شويه. ممكن بس نيجي على الكولومز كده نحددها بتاعت التيبل، واقول له مثلا الالاين بتاعها في السنتر. تمام. والسايز مثلا اخليه 200، كبرهم بالشكل ده. ممكن مثلا اجي على التيبل هنا واقول له الكولوم ستريتش، الكولوم اللي هيستريتش مع التيبل اخليه اسم الاداره اللي هو C2، والرو باندنج انترفال هخليه مثلا 1، بحيث ان هو كل رو يخليه بشكل يعني رو. تمام. واعمل نفس النظام مع الديبارتمنت مع الامبلويز. هاجي على التيبل وهسلكت الرو كده، هسلكت الكولوم، واخليها سنتر، واخليها مثلا 130، واخلي مثلا الفيرست نيم اللي هو C2 ده اخليه هو الايه اللي ستريتش، واخليه روم. تمام. اقول له اوكي. طيب احنا كده عملنا 2 بيجز. تمام. البيج الاولانيه بتاعت الامبلوي بتعرض البيانات بتاعت الامبلويز، وفي نافيجيشن بيودي منها للصفحه بتاعت الديبارتمنت، والصفحه بتاعت الديبارتمنت بتعرض الايه الداتا بتاعت الديبارتمنت. طيب هنيجي بقى على التاسك فلو، ونيجي على الامبلويز او نيجي على الديبارتمنت ونقول له ايه كليك يمين ورن. هنلاقي ان الصفحه رنت عندنا بالشكل ده الديبارتمنت. تمام. عرض الداتا بتاعت الايه الديبارتمنت بالشكل اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه كده، وعمل ستريتش للايه الكولوم بتاع الديبارتمنت. طيب انا في البيج بتاعت الديبارتمنت هقدر من الباتون ده اقول له روح للايه الامبلويز، فتح لي البيج بتاعت الامبلويز. وممكن طبعا من خلال الباتون بتاع الجو ديبارتمنت هرجع تاني ايه على الديبارتمنت، مفيش مشكله. المقصود من درس النهارده ان احنا تبقى عرفنا ايه هو التاسك فلو. يبقى التاسك فلو ده عباره عن فيتشر او ميزه اضافتها شركه اوراكل في الاصدار 11 جي. تمام. كان قبل كده بتستخدم حاجه اسمها الفيسس كونفج، وعرفنا ان الفيسس كونفج ده كان مع الجي اس اف. تمام. وهو اللي كان مسؤول عن النافيجيشن بين الايه الصفحات وبعضها. بعد كده في الاي دي اف شركه اوراكل طورت الفيسس كونفج ده للاي دي اف كونفج، وكان عباره عن فايل واحد زي الفيسس كونفج، بس كان فيه بعض الكومبوننت الايه الزياده. جت بعد كده في الاصدار 11 جي اوراكل قالت لك لا انا هنزل لك حاجه اسمها تاسك فلو. التاسك فلو ده بيأدي نفس الغرض بتاع الفيسس كونفج. تمام. بس انا عملت لك، بس انت هتقدر تكريت اكتر من ايه من تاسك فلو. بدل ما تحط النافيجيشن والصفحات بتاعتك كلها في فايل واحد. تمام. وتبقى العمليه فيها صعوبه في الريزابيلتي وكده. لا ده انا هقدر ان انا اعمل لك اكتر من ايه
من تاسك فلو، بحيث ان انت ممكن تحط كل مديول في تاسك فلو معين، كل الصفحات بتاعت المديول في الابلكيشن اللي انت شغال عليه في تاسك فلو معين، وتعمل النافيجيشن بينهم، تبقى العملية ايه بسيطة. حتى لو حصل مشكلة في مديول معين، مش كل الايه مش كل الابلكيشن يقف. دي حاجة. الحاجة التانية قال لك ان انا هضيف لك نوع جديد من التاسك فلو، واللي هو اللي اسمه الباوند تاسك فلو. احنا اتعرفنا النهاردة على الانباوند تاسك فلو، وعرفنا ازاي نحط فيه صفحات ونعمل نافيجيشن بينهم. ان شاء الله في المحاضرات اللي جاية هنعرف ايه هو الباوند تاسك فلو، وايه الفرق بين الباوند تاسك فلو والانباوند تاسك فلو. طيب لو جينا نبص بس كده على التوتوريال، في حتة بس هننوه عليها. لو جينا نبص كده على ال MVC، احنا قلنا قبل كده ال MVC ده ديزاين باترن، وبيقسم لك الابلكيشن لثلاث حاجات: الموديل، فيو، كنترولر. قلنا ان الموديل هو المسؤول عن الكونكشن مع الداتابيز والبيزنس كومبوننت، تمام. والفيو هو الحاجات اللي بتتعرض لليوزر او بتظهر لليوزر زي الصفحات والحاجات دي. الكنترولر هو اللي بيكنترول بين الاثنين. طيب لو جينا نبص على الحاجات دي في الاي دي اف، تمام، هنلاقي ان هو حط لك تحت كده اللاير بتاعت الداتابيز اللي هو الداتا سيرفيس، واحنا طبعا بنشتغل على ايه الريليشن داتابيز. تاني لاير اللي هي البيزنس كومبوننت او البيزنس سيرفيس عامه، قال لك ان انت ممكن تكون البيزنس سيرفيس دي عباره، ممكن تكون جافا، ممكن تكون اي جي بي، ممكن تكون بي بي ام او بيبل او الحاجات دي كلها ويب سيرفيس، وطبعا اللي احنا بنشتغل عليها في الكورس بتاعنا اللي ايه الاي دي اف بيزنس كومبوننت. طبعا احنا قلنا ان اللي بيمثل الموديل في الاي دي اف اللي هو البيزنس كومبوننت والبايندينج، تمام. كل صفحه بتبقى اللي بيربط بين الموديل والفيو او الكنترولر حاجه اسمها الايه البايندينج. لو جينا نبص كده في الابلكيشن على الصفحه مثلا، اي صفحه، لو جينا نبص على البايندينجز، تمام، هنلاقي في حاجه اسمها البيج ديفينيشن، هي اللي رابطه الكومبوننت اللي موجود على الصفحه من خلال الاتريتور بالداتا بايندنج اللي موجوده في الموديل. طيب لو جينا نبص على البيج ديفينيشن ودخلنا على الاوفر فيو، هنلاقي ان الحاجات دي كلها موجوده في حاجه اسمها داتا بايندنج، تمام. الداتا بايندنج هي اللي رابطه البيجز بالايه البيجز بالبيج ديفينيشن بتاعتها بالايه بالداتا كنترول. طيب الكنترولر هنا بيقول لك هنا ان الكنترولر هنا بيمثل الاي دي اف تاسك فلو، تمام، والفيو بيمثل الصفحات الجي اس بي والجي اس اف وصفحات الايه الاي دي اف. ان شاء الله نكمل مع بعض في المحاضره الجايه الباوندد تاسك فلو، ونعرف الفرق بين الباوندد تاسك فلو والانباوندد تاسك فلو. يا رب تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.